بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في قناة مستر علاء ابراهيم. وان شاء الله النهاردة هشرح الدرس الاول من الوحدة التانية بعنوان My Body، مادة لغة انجليزية للصف الثاني الابتدائي. نبدأ مع بعض. عندي اول درس في يونت 2 بيج 16 صفحة 16. اول عنوان عندي Look, Listen and Find، انظر استمع ثم اوجد. هنا عندي هنا بتشاور على صورة طائر وبتقول Look, it's a bird, it has two legs, two feet and a beak. انظر انه طائر لديه رجلان وقدمان ومنقار. بعد كده يوسف بيتكلم وبيقول على صورة القرد، بيقول The monkey has a face, teeth and big ears. القرد لديه وجه أسنان وأذن كبيرة. هنا عندي أميرة بتتكلم عن نفسها وبتقول I have two legs، لدي رجلان and two feet، وقدمان two يعني أيضا. I don't have a beak، ليس لدي منقار. هنا عندي هاني بيتكلم عن نفسه بيقول I have a face and teeth too، لدي وجه وأسنان أيضا. هنا أهم الكلمات اللي في الدرس، وجه face، وجه face، رأس head، رأس head، سنة tooth، سنة tooth، أسنان teeth، أسنان teeth، قدم foot، foot، قدمان أو أقدام feet، feet، منقار طائر peak، peak، رجل أو ساق leg، leg، ذراع arm، arm. بعد كده عندي بيج 17 صفحة 17، أول عنوان يقول I have a head، لدي رأس. Listen, point and say، استمع أشر أو قم بالإشارة ثم قل، ثم قل. هنا أول صورة البنت بتقول I have a head، لدي رأس. الصورة الثانية البنت هتقول I have a face، لدي وجه. الصورة الثالثة I have an arm، لدي ذراع. الصورة الرابعة I have legs، لدي رجلان. الخامسة I have foot، لدي قدم. الصورة السادسة I have feet، لدي قدمان. الصورة السابعة I have tooth، لدي سنة. الصورة الثامنة I have teeth، لدي أسنان. التمرين الثاني مطلوب مني draw and complete، ارسم ثم اكمل. طبعا هنا الطالب هيرسم اجزاء الجسم وبعدين هنكمل التمرين اللي فيه ثلاث نقط. This is me، هذا انا. I have two، لدي two arms، لدي ذراعان. Legs، رجلان. And feet، وقدمان. يبقى number one This is me. I have two arms, legs and feet. هذا أنا، لدي ذراعان، رجلان وقدمان. Number two. I have one. لدي. I have one head. لدي رأس واحدة. Number three. I have many teeth. لدي أسنان عديدة. I have many teeth. التمرين بقى التالت عبارة عن أغنية هتغنيها بيزي بي، بتقول كلماتها This is my body، هذا جسمي. This is me، هذا أنا. I have a head، a face، a mouth and teeth، لدي رأس، وجه، فم وأسنان. This is my body، هذا جسمي. This is me، هذا أنا. I have two arms, two hands،
لدي ذراعان ويدان two legs and two feet رجلان وقدمان. كده انتهينا من شرح الدرس الأول من الوحدة الثانية بعنوان My Body مادة لغة إنجليزية للصف الثاني الابتدائي. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لمشاهدة باقي الدروس التعليمية، وشكرا لحضراتكم.